صباح الخير أو مساء الخير يا برج العقرب. القراءة العبد، قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر اللي فات. طاقتك حاليا يا برج العقرب، أنت في حالة الرحيل أو التأهب للرحيل. ممكن تكون أنت شايف إن هو أيوه. بص يا برج العقرب، أنت فعلا كنت بتحبه أوي واديته فرص كتير جدا، وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هذه العلاقة. انت شايف ان هو كان استقرار، كان العلاقة دي كان فيها استقرار، خلاك متعلق معاه في علاقة. والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالظبط كده، الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير، ويسيبك بقى متعلق، لا انت عارف تروح يمين ولا تروح شمال. طب انا مثلا هتخطبني اخر السنه ولا مش هتخطبني؟ طب انت رحت تشوف عروسه ليه؟ ما انا معاك كده. فخلاك مش عارف هي العلاقه دي فيها استقرار ولا ما فيهاش استقرار. بكل بساطه خلاك متحير، خلاك مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، في ايه، انا متعلق في العلاقه دي ليه بالظبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله، وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوفه كده، بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه، وتفكر بقى، تفضل تفكر بقى، وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن، او ان هو ممكن يكون الشخص ده، ركز معايا بقى، رحل لعلاقة تانية وسابك متعلق في ذكريات القديمة، وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. اي باي بقى، مش انت رحت لعلاقة تانية؟ بالظبط كده، مش انت رحت اتجوزت. ممكن يكون شخص ده اتجوز او خطب. بالظبط كده، شخص ده اتجوز او خطب او ارتبط لحد تاني. قلت له ايه ده، يا نهارك ازرق، انت رحت ارتبطت واتجوزت وانا موجودة؟ ما انا بحبب معاك ايه؟ طب بص يا عم، في 60 داهية، يلا يا عم، وقررت تمشي لانه بيسيبك متعلق ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعه، بتقول كلام في الهوا واي هاتش، وهتقول هرجع بس مش هتقدر تسيبني، انت بتحبني. بالظبط، انت متعلق فيا. لذلك الخطوه اللي هياخدها الشخص ده، هيرجع تاني يقدم لك البيج اوف كابس. بيج اوف كابس مش عرض كبير، هو عرض مش عايز اقول عبيط، بس هو عرض كده اللي هو ايه، ازيك عامله ايه يا ستي، مفيش حاجه وبتاع، انا بحبك انت، انت اللي في القلب. الشخص ده، وانا هتاكد دلوقتي، الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك، يروح يعمل علاقه مع طرف تاني كامله بقى، اللي هو هتجوز وهخطب، ويجي يقول لك والله بحبك، والله ما في غيرك في القلب. بس الشخص ده زي ما قلت لك، الشخص ده هو عارف ان انت بتحبه، بتحبه قوي، وان انت من غيره بتبقى حالتك كده تعبان، وانت فعلا بتبقى كده لما بيسيبك ويمشي، بتبقى مش عارف تنام، وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي، وعارف انه لما يجي يقدم عرض هتقبله، ودايما دايما 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 بيجري منك، بيخرج من العلاقة ويجي تاني، يخرج من العلاقة ويجي تاني، ويقفش على مشاعره كده وميبدكش منها حاجة. ما هو شخص ما بيبانش مشاعره أصلا، بارد، شخص بارد، الشخص ده شخص بارد، بيتعامل ببرود، بيتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي كده بطريقة، بحيلة معينة، يجي يقولك ايه، ازيك، والله ما حصلش حاجة يعني، أنا بس يعني عيني زاغت كده على حد ورحت اشوفه بتاع، لكن هو عرض مش كبير، وممكن يكون كلامه مش صادق، وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. الشخص ده عارف ان انت من غيره بتتعب، وبيرجع على هذا الاساس، بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صح كده، بالظبط بالظبط. بص يا برج العقرب، انت لما يجي لك بالعرض ده، انت هتشعر بان
كاس الحب اللي هو مقدمه ده فيه خداع بالظبط زي اللي قلته لك كده. هتشعر بان كاس الحب ده وهمي، انت كداب، انت شخص كداب، انت بتضحك عليا، انت بتروح تعمل علاقات تانية وتجيلي وقت ما العلاقة التانية دي تفشل او لما تزهق من مراتك ترجع تكلمني بس انا مش هسكت لان انت قافل عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كذاب. هتعمل ايه بقى؟ هتلف وشك الناحية التانية وهتعاند وهتفضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهي لوحده يا يخلص بقى خالص، بس ده اللي انت هتعمله. لكن انت مش هتبص له، مش هتبص للعرض ده خالص نهائي. انت عارف ان في خداع في الليله دي كلها. الشخص ده بيجي وقت ما يحب ويمشي وقت ما يحب، بيجي للغرض ايه هو الله اعلم، الله اعلم. ممكن تكون يعني شخص متزوج، ممكن يكون شخص متزوج، لان احنا عندنا هنا عندنا الامبرس. لو انت راجل فهي متزوجه، اوكي، ووقت لما تزعل من جوزها بتروح مكلمك بتقول لك انا بحبك وحشتني، وانت بقى بتروح انا كمان وبتاع، فانت خلاص زهقت. ايه يا عم ده انا عملت كل شويه تيجي تقدم لي عرض عبيط وهبل ده؟ واحد بيجي يهزر على فكره لعلمك، واحد بيجي يهزر، عرض مش كبير، ده كوبايه فيها سمكه، واحد جاي يهزر، انت جاي تهزر؟ فتقول له لا يا عم شكرا، وتنتظر الى ان الموضوع يمشي بقى مع نفسه، ينتقي مع نفسه. وانت معاند، هتعاند على فكره، هتعاند وتبص قدام، وعارف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع. العلاقه هو شايفها بينكم ازاي؟ شايفها التو اوف سوردز. اوكي، التو اوف سوردز، او ممكن تروح بيكوا على فين التو اوف سوردز. العلاقه دي فيها وجع قلب وفيها فيها وجع قلب، في طرف وجع التاني، وفيها طرف تالت على فكرة، فيها طرف تالت لا محالة. وهو بيجي عندك يتشافى، الشخص ده بالظبط هو بيجي عندك يهزر ويهرب، هو بيعتبرك ان انت الهروب، الملجأ بتاعه. بالظبط، انا لما احب اهرب اروح مثلا عند فلان، لما احب اهرب من جوزي ومن مشاكل العلاقه اروح اهرب عند مثلا فلان مثلا. فهو شايف ان العلاقه دي فيها طرف ثالث، وهو محتار، هو محتار على فكره، هو مش عارف ياخد حاجه، وهو عايز يخلص من حاجه، في حاجه وعايز يخلص منها، بس هي فيها وجع قلب. العلاقه دي فيها وجع قلب، فيها وجع قلب لكل الاطراف، كل الاطراف. انت شايفها علاقه خسرانه ملهاش امل، بايظه من كل النواحي، بايظه علاقه ما فيش اصلا، ما فيش امل في العلاقه كلها، شايفها ان فيها خداع. خداع، انت كنت بتقول لي بحبك، انت كذاب، شخص خدعتني، كان في طرف تالت، في طرف تالت، وفي طرف تالت سواء اكتشفته او انت عارفه بقى ان في طرف تالت، عارفه ان ليه زوجه وكان بيقول لك مثلا هطلقها، ما طلقهاش ولا حاجه ولا اي حاجه، فيها خداع. نصيحتك ابعد الشخص ده عنك، ابعد الشخص ده عنك يا برج العقرب. الشخص ده هيجيلك، هيجيلك يقول لك وحشتني، عامل ايه؟ ايوه، علاقه ثلاثيه، اخر كارت، علاقه ثلاثيه. الشخص ده مش هيسيب الطرف الثالث، لو قال لك انه هيسيبه مش هيسيبه، خلاص تمام. والعلاقه دي مليانه طعن في الظهر، مليانه خيانات من الاخر. بيقول لك امشي، تقدم للامام، انت مأزم نفسك، انت عامل لنفسك ازمه، العلاقه دي فيها ازمه، انت اللي حاطط نفسك في الازمه دي. واحد ومتجوز، انا هبقى معاه ليه ان ما كانش هيطلق مراته؟ خلاص، انما بقى اجي اتسلى معاكي؟ لا، ما بنتسلاش، وانت في بدايه الطريق اهو، خلاص امشي بقى، سيب بقى امها خالص، دافع بعيد وقول له هش امشي. العلاقه دي اذيتك جامد، اذيتك نفسيا، ان لو استمريت فيها هتبقى كده، هتبقى العلاقه خسرانه، علاقه خسرانه بالطول بالعرض، خسرانه.
الشخص ده بيكذب عليك، بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص بيسحر الناس، بيسحرهم بكلامه بأفعاله، يدخل بقى بالدور والحنجل والمنجل والحاجات دي، لكن هو في قرار نفسه مش ناوي على حاجة، مش ناوي على أي حاجة. نشوف كده يعني النهاية بتاعت العلاقة دي ايه. شهر 8 شهر العقرب، ورع ما بيخرج من نهاية جواز نو. طبعا بص يا برج العقرب، انا هاخد الورقة دي قصدي بقى عشان تتفائل. امشي، انهي الماضي، العلاقة دي اكس، اقفل. جاي لك عرض جواز مباشرة، وحد يحبك قوي من الاخر. ممكن يكون الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا، وانت اللي معلق روحك في علاقة بايخة بايخة. شخص يعني مش عايز اقول لك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. شخص مش هيقدر اصلا يجيلك، ومش هيقدر يربط نفسه معاك، سواء كان متزوج او غير، بس في طرف ثالث في العلاقة ممكن تكون انت مش عارف. جاي لك عرض جديد، عرض جواز، انهي القرف ده، انهي، ارحل. شخص ده بيضحك عليك، قدم لك عرض ارفض، امشي، سيب الكوبايات، سيب الكوبايات كلها عادي. كنا مثلا معاه في علاقة وكنا بنحبه، وهو مش مشكلة، العلاقة دي بايخة. انت جاي لك الاربع عصيان كله بواخة، بيه بواخة من الاخر. شخص ده كان معلقك معاه يروح يستقر في حتة تانية، متزوج ممكن، وده متأكدة منه يعني، ويسيبك انت ما بتنامش الليل، معلقك، ما هو ضمنك ليه برج العقرب؟ طب وعلى ايه يا حبيبي؟ ضمني ايه؟ ضمن في عينك ضمني في ايه؟ لا يا عم انا ماشي، شايفك عيل صغير، كلامك ما بيتحققش، بس انت واخدها جد اهو. كمل بقى، كمل عشان في حاجات حلوه جايه اهي. يلا يا عم، مبروك يا رب. برج العقرب تكون القراءه عجبتكم، وان شاء الله هيبقى فيه قراءه للمنفصلين لبرج العقرب في فيديو لوحده فيها كل الاوراق عشان المنفصلين ياخدوا حقهم. شكرا جدا لبرج العقرب، يا رب تكون القراءه عجبتكم.